بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل شرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 18، كتاب التقصير، وبعض النسخ فيه البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التقصير، والتقصير جاي من قصر، والمقصود بالتقصير هنا في أبواب الصلاة هو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر وغيره، في السفر إيه وغيره، عشان في الحج كمان، الحج داخل فيه، يبقى بتقصر الصلاة الرباعية فقط. أما الصلاة الثنائية كالصبح والصلاة الثلاثية كالمغرب لا قصر فيها. كتاب التقصير وفيه 20 بابا. الباب الأول: باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، حتى يقصر، قراءتين، حتى يقصر حتى يقصر. كم يقيم؟ يعني أقعد كم يوم أقصر وبعد كده أتم. هذه المسألة، كم يقيم؟ لو عزم الإقامة أكثر من 20 وقت في المكان يبقى يتم بمجرد وصوله. لو عزم الإيه؟ الإقامة في المكان أكثر من 20 وقت، 20 فرض، يعني 4 أيام فما زاد، يبقى يتم بمجرد وصوله. طب لو لم يعزم الإقامة، ذهب إلى مكان يقضي مهمة، بمجرد قضائها يعود، فممكن يقضيها بمجرد وصوله، وممكن يستمر يوم أو 2 حتى تقضى. هو لم يعزم إقامة، في الحالة دي يعمل إيه؟ يستمر في القصر مدة إقامته، لأنه لم يعزم إقامة، لحد مدة قد إيه؟ لحد مدة يختلفوا فيها، كويس؟ بعضهم قالوا 19 يوما، وده الراجح، وبعضهم قال إيه؟ كفاية 10 أيام، وبعضهم قال مذاهب بقى، قال 15 يوم، لكن أقصاها 19 يوم، وده الراجح من حيث الدليل وحديث سيدنا عبد الله بن عباس، 19 يوم. يعني أنا هروح أقضي مصلحة وهقدم مثلا في كلية عشان أدرس، مجرد انتهيت من التقديم هرجع، ممكن أروح أقدم يمضي لي عليها وأرجع على طول خلصت في يوم واحد، ممكن أروح يقول لي لا انتظر اجتماع الكلية ده بعد يومين، أروح بعد يومين يقول لك لا قامت مظاهرات وفي حظر تجول وفي أجازة، استنى يومين كمان، قعدنا يومين كمان بقينا 4 أيام، أروح تاني يقول لي لا أصل العميد مريض والنهاردة وخد أجازة مرضية، اصبر يومين على ما يجي، يفضل كده يجر معايا يومين ويومين ويومين ويومين، ألاقي نفسي قعدت لحد 19 يوم بعد كده أتم بقى. فهمت بقى؟ أقصى حاجة في بعض المذاهب قال لك 10 أيام بعدها تتم، بعض المذاهب قال لك 15 يوم بعدها تتم، بعض المذاهب قال لك 17 يوم، لكن مش ما فيش حد قال أزيد من 19 يوم إيه؟ تستمر على القصر، إلا بعض الصحابة، مذهب بعض الصحابة طالما لم تعزم إقامة تقصر أبدا، دي مذهب بعض الصحابة، لكنها إيه؟ مش مشهور عند الفقهاء، الفقهاء اختاروا أقصى مدة 19 يوم. باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر حتى يقصر، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيح الحديث 88 بعد 1000. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. ده أيام فتح مكة، النبي فتح مكة في 10 أيام، وبعد كده ذهب إلى حنين فقاتل هوازن وقسم الغنائم ورجع عمل عمرة من الجعرانة، وبعد كده عاد إلى المدينة. جمعوا المدة دي كلها، اللي قال الفتح كان 10 أيام بس قال لك كفاية 10، واللي قال بمجموع غزوة حنين وهوازن كله 19 يوم، يبقى 19 يوم. وفي روايات قالوا 17 على أساس حذفوا أول يوم الوصول وآخر يوم سفر، وفي روايات قالوا 17 وهكذا 15 و17، وردت روايات كثيرة في هذا. والتحديد الخلاف غالبا الصحابة اللي قاعد يحسب الأيام، اختلطت عليه الأيام، ما كانش عندهم نتيجة زي انت عندك نتيجة تقدر دخل يوم كذا خرج يوم كذا ويقعد يحسب، انما كانوا عايشين كده وبالبركة، فكل واحد يحسبها في الدقيق اللي يحسبها بدقة والتاني اللي بيحبها بالتقريب. فالروايات المتضاربة في في الأيام بسبب التقريب وليس التحديد، لكن زيادة الثقة مقبولة، فناخد بأزيد رقم جلن لأنه يبقى أكثر ضبطا. فكان أكثر رقم جلنا هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا زاد عن كده بقى أتممنا. وعن أبي قال: حدثنا أبو معمر. يعني الصحابة لما جم يفتحوا مصر قعدوا فتحوا مصر في كام؟ مجرد هيخلصوا الفتح يرجعوا، قعدوا يفتحوا مصر 3 سنين، 3 سنين يفتحوا في مصر، وقتال شديد كويس، لدرجة ان هم جم 8000 مات منهم 5000 واتبقى 3 في 3 سنين، قتال شديد. بيدرسوا لنا يقول لك مصر فتحت صلحا، ابدا، ده الصلح في اول الحدود في الشمال بس، لكن اول ما ابتدوا يدخلوا في الدلتا وابتدوا يدخلوا على ساحل النيل على الجنوب بقى غرب النيل، قتال شرس 3 سنين. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كانوا هيقعدوا بقى يقصروا 3 سنين؟ فهمت ازاي؟ لا ابدا، هي بعد 19 يوم يتم خلاص، وهو قاعد بقى عايش. فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، يعني الصلاة الرباعية يصليها ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. ده بقى في حجة الوداع، في حجة الوداع. باب الصلاة بمنى، صلاة الصلاة في منى أيام التشريق، هل تقصر الصلاة ولا تتم؟ كويس. إذا قلنا العلة السفر ولم تزمع إقامة يبقى تقصر، وإذا قلنا العلة الإقامة يبقى أهل مكة وأهل منى لا يقصر، اللي هم عايشين فيها بقالهم أكثر من 4 أيام. أما نقول أهل الإقامة يعني يعني أقام فيها أكثر من 20 فرد، 20 وقت، 4 أيام. كويس؟ لأن حد إكرام الضيف 3 أيام، أكثر من 3 أيام الضيافة انقضت حق، معناه أصار مقيما، فجعلوا حد الضيافة وحد السفر، وأزيد من 3 يبقى اسمه مقيم، مش كده برضو؟ فحد جعلوا الرابع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع المهاجرين ان هم يقيموا في مكة، فكان حد إقامة الصحابي في مكة لما يعمل عمرة 3 أيام ما يزيدش، لو قعد أكتر من 3 أيام يأثم المهاجر لما يروح مكة، لأنه كأنه عاد للإقامة فيها بعدما هاجر منه. وده كان كل هذا خاص الحكم ده بالمهاجرين قبل فتح مكة،
كل من هجر مع النبي قبل فتح مكة يأثم لو أقام في مكة حتى بعد فتحه، حتى لا ينقض هجرته. طب حد الإقامة إيه في مكة بالنسبة لهؤلاء؟ كان 3 أيام، أزيد من 3 أيام ما يعودش. لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء مع قريش بعد صلح الحديبية إنه يجي العام اللي يليه يعمل العمرة، شرطوا عليه إنه يقيم فيها 3 أيام حتى يبقى إيه، ما اسموش مقيم، اسمه مسافر، ما زال مسافر. فدل على أن حد 3 أيام ده حد السفر، ما زاد عن 3 أيام 4، يبقى حد بداية الإقامة. فهمت بقى إزاي؟ ده السبب إن هو العلماء قالوا إنك أزيد من 20 وقت، لأن بتصلي 5 فرائض 20 وقت يبقى 4 أيام، مش كده برضو؟ كل يوم 5 فرائض، 5 × 4 = 20. طب افرض هقعد 19 فرد بس، لسه مسافر، 20 حد الإقامة. واضح؟ ادي سبب دليل الفقهاء ان جابوا حد الاقامه من هنا. حتى في واحد يقول لك هم جابوا 20 وقت منين يعني؟ منين يعني؟ اقرا بقى تفهم. فهمت بقى؟ لو قرات هتفهم. فمن ايام التشريق للحجاج، في كثير من الحجاج لم يسمع اقامه، جاي من بلده وطاف طواف القدوم، وبعدين طلع على ايه؟ على منى، قعد يوم، وبعدين طلع بعد كده على عرفات، ومن عرفات على مزدلفة، ومن مزدلفة على منى تاني، ومن منى يطوف طواف الإفاضة ويرجع يقعد في منى 3 أيام، يعني ما أزمعش إقامة 4 أيام في موضع. فهمت إزاي؟ فيقصر في ده كله خلاص بقى، لأنه لم يزمع إقامة. يبقى الصلاة في منى إذا كانت العلة القصر، العلة فيها السفر، علة القصر فيها السفر، يبقى الصورة دي صحيحة. في بعض العلماء قال لك لا، ده يقصر في منى ولو كان مقيما، لان العله النسك وليس السفر. يبقى الصحابه اختلفوا في عله القصر في منى ايام التشريق. بعضهم قال العله السفر، فان ازمع اقامه عليه ان يتم، يبقى اهل منى يتموا. اللي ساكن في منى اصلا وبيحج هيتم، لانه ده مقيم. كويس؟ وده مذهب سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان كان يعتقد ان العله السفر وليس النسك. فكان لما اتخذ بيتا في مكة في آخر خلافته، بعد 8 سنين من خلافة سيدنا عثمان اتخذ بيتا في مكة، فكان قبل 8 سنين دي كان يقصر في منى أيام التشريق، بعد 8 سنين دي بدأ يتم في منى. يبقى فهمنا كده أن سيدنا عثمان كان يرى أن العلة السفر وليس العلة النسك. لكن بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله بن مسعود كان يرى أن العلة النسك، فعلي أن يقصر ولو اتخذ بيته. فهمت بقى المسألة؟ فدي مسألة خلافية في موضوع قصر. وعشان كده لما تروح تحج كل سنة في منى أيام التشريق تلاقي الخلاف بين الحجاج، ناس تقصر وناس تتم، واللي بيقصر ينكر على اللي بيتم، واللي بيتم ينكر على اللي بيقصر. أنت لا تنكر على أحد، ده صح وده صح. اللي هيقصر حتى ولو من أهل الإقامة يبقى علته النسك، ماشي. واللي هيقصر واللي حيتم يبقى كانت علته السفر هو أزمع إقامة، سيبه صلاته صحيح، يبقى ده صحيح وده صحيح. لكن ما فيش جمع في منى، تقصر بس كل صلاة في وقتها. واضح؟ كل صلاة إيه؟ في وقتها. الجمع في مزدلفة وفي عرفة بس، إنما منى لو قلنا بالقصر هيبقى قصر بغير جمع. واضح؟ عشان لما تروح تحج ما تعملش مشاكل مع الحجاج، لأن كل ما نروح نحج نلاقي خناقات بتحصل بين الحجاج بسبب الموضوع ده. باب الصلاة بمنى. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إماراته اللي هي 8 سنين الأولانيين، ثم أتمها. ده مين اللي بيقول كده؟ عبد الله ابن مسعود. وبالرغم انه اعترض على سيدنا عثمان الا انه صلى 4 برضه. ليه؟ لان اختيار الامام يرفع الخلاف المذهبي. اختيار الامام، سيدنا عثمان كان هو الامام، اتم خلاص بقى
مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود انه كان يكسر، بالرغم ان مذهبه انه يكسر الا انه اتم خلف عثمان. فبيقولوا له ليه؟ قال لانه قال لان الخلاف شديد، يعني مخالفه الامام اشد، مخالفه الامام اشد، فالامام يرفع الخلاف اختيار الامام يرفع الخلاف المذهبي. ودي نقطه مهمه بتفوت على كثير من الناس، يعمل له بقى حزب كده ومجموعه يقعدوا ايه خلفه الامام ويصلوا هم اتنين وهو ده يصلي اربعه ويعمل فتنه. ما في، لا، الصحابه ما كانتش تفهم كده، الصحابه يمشوا خلف الامام، طاعه الامام اوجب من الخلاف المذهبي. وعن ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارثه ابن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. يبقى ما كانتش علة الخوف، لأن أصل إيه صلاة الخوف القصر نزلت إيه؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن خفتم هنا دي جاية في الآية، يبقى القصر هنا بالآية عزيمة، والقصر في الأمن رخصة، يبقى القصر على مقتضى الآية عزيمة بسبب الخوف، والقصر في حال الأمن مع وجود السفر رخصة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، استرجعني دليل أنه مش عاجبه، قال إن لله وإنا إليه راجعون، هو عمل كده برضه، ده النبي صلى ركعتين وسيدنا عمر صلى ركعتين وسيدنا أبو بكر صلى، وهو نفسه كان بيصلي ركعتين، ليه غير رأيه؟ ما عجبوش، فهمت؟ قال معنى استرجعني، قال إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون، لأن الإنسان بيقول إن لله وإنا إليه راجعون عند إيه؟ عند المصيبة، كأنه يعني وقع في مصيبة يعني، ومصيبة المخالفة، فهمت بقى؟ فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. يعني بس المهم ربنا يقبلها بقى. المهم يقبلها ركعتين اربعه، بس المهم يقبلها. وفي الاخر بعد المناقشه دي كلها قام صلى اربع ركعات برضه. سيدنا عبد الله بن مسعود. فلما سألوه انت لسه مش بتقول مخالف، انت لسه بتقول بتصلي ركعتين، قال لان المخالفة شديدة، الخلاف شديد، يعني الخلاف مع الامام شديد يؤدي الى الفتنة، فهمت؟ دي مجرد مناقشة، لكن عند العمل ننصاع للامام. المناقشات حاجة والعمل حاجة تانية، هو بيتكلم مناقشة علمية بس الاول، لكن عند العمل عمل ايه؟ انقاذ لامامه هو سيدنا عثمان فصلى اربع ركعات. أدب مهمة جدا نفتقدها في هذا العصر. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، يعني صبح يوم أربعة ذو الحجة، لصبح رابعة ده في حجة الوداع، وصل يوم أربعة ذو الحجة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. يبقى قعد من صبح الرابعة لحد صبح يوم تمانية الطروية وطلع على مكة، يعني ما كملش إقامة أربعة أيام. ليه؟ لأن أما تشيل يوم الوصول ويوم الحركة يبقى كأنه قعد ثلاثة أيام بس، يبقى لم يجمع إقامة، عشان كده قصر في مكة، وبعدين ساب مكة وراح على منى يوم التروية وبات في منى وما أقامش فيها، راح على عرفة قعد فيها لحد ما غربت الشمس وترك عرفة
وراح على مزدلفة قعد فيها لحد ما طلع الصبح، وبعدين تركها وراح منى رمى رمية الجمرة، وبعدين راح طاف طواف الإفاضة، وبعدين رجع قعد في منى 3 أيام، يبقى لم يزمع إقامة في موضع 4 أيام، ففضل يكسر المدة كلها صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان يعني في كم بقى المسافة، يبقى اللي فات هنا المدة، وعايز يتكلمك بعد كده في مسافة السفر، يبقى مدة السفر ومسافة السفر. ناقش مدة السفر خلاص في اللي فات، هنا بقى عايز يناقش مسافة السفر، هسافر مسافة قد ايه. فهمت؟ باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا، يسموه سفر طويل. يبقى السفر اللي يقصر فيه الصلاة يسموه سفر طويل، والسفر الذي لا تقصر فيه الصلاة يسموه سفر قصير. طب حد الطول ايه بقى؟ قال لك 4 برد، والبريد 4 برد جمع بريد، والبريد 16 فرسخ. طب والفرسخ 3 أميال هاشمية، والميل الهاشمي 4000 خطوة أو 6000 ذراع. طب والذراع 24 أصبع مستعرضة. طب والصباع 6 شعيرات. طب والشعيرة 6 شعرات من شعر الحصان. شفت بقى المقاسات، يعني عشان تعرف المقاسات، عملوا المقاسات دي كلها وحسبوها طلعت 85 كيلو دلوقتي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى حدنا 85 كيلو، هسافر 85 كيلو يبقى اقصر، هسافر 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو ما اقصرش، يسموه سفر قصير. فهمت بقى؟ يبقى الحد المسافة حوالي 85 كيلو. هو كان يحسبه الميل الهاشمي، يعني لما تيجي تمشي في الصحراء كده وتنظر أمامك، لما تلاقي نظرك في عينك ابتدت تشوف إن السماء هتقابل الأرض حاجة بسيطة كده، دي حوالي 12 ميل، يعني يسموه مسافة الأفق، مسافة الأفق. لكن لما تيجي تشوف واحد ماشي على بعد بعيد وانت نظرك سليم ما تعرفش تميز ده راجل ولا ست، يبقى ده الميل. فهمت؟ حسبوها طلعت 4000 خطوة. فهمت المسألة؟ فهمت الطريقة بتاعتهم؟ الطريقة هي بدائية، بس بعد كده بقى زبطوها بالزراع وبالماسورة وبالمتر، ابتدوا يثبتوا الامور. فهمت؟ لكن الاول كانت الطريقه فيها نوع من البدائيه، وبعد كده انضبطت الامور بالمسافات وبقت معروفه خلاص. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامه حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه 3 أيام الا مع ذي محرم. لا تسافر مدة 3 أيام، مدة 3 أيام بسرعة الدواب، مدة 3 أيام بإيه؟ بسرعة الدواب، معناها مسافة 3 أيام بسرعة الدواب. لكن إحنا دلوقتي أنت ممكن تقطع مسافة من هنا لحد ماليزيا بالطيارة في 10 ساعات تسافر. ليه؟ لأن أمن الطريق خلاص. لكن كانوا زمان لما بيسافروا بالدواب بيجي عليهم الليل في الصحراء، والصحراء مخوفة، فازاي يليل عليها الليل ومعاش محرم يدافع عنها ويحميها، ولما تخاف يطمنها ويقضي اي حوائجها، واخد بالك ازاي؟ فكان لازم بطريقة السفر القديمة المرأة يبقى معاها محرم، لانه السفر مخوف وبسرعة الدواب وبيمشوا في صحاري، والصحارى فيها قطاع طرق، وكانت المسائل مش سهلة. عشان كده النبي ايه؟ امن المرأة لا ما تسافريش اكتر من 3. ما ينفعش بقى دلوقتي اقول ايه ان المرأة لان السفر الان تغير. اولا اصبح المسافات بقت اكثر بسبب استعمال وسائل مواصلات سريعة، بإضافة الى امن الطرق، الطرق امنت. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يتمنى الله هذا الامر
حتى تسافر الضعينة من صنعاء اليمن إلى المدينة أو إلى الشام، لا تخاف إلا الله أو الذئب على غنمها. الضعينة يعني المرأة المسافرة منفردة، دل أن المرأة إذا ومن الطريق لها أن تسافر منفردة. فهمت بقى المسألة؟ خلافا لما يدعي بقى الوهابية والسلفنجية والكلام ده كله بقى، ويعملوا إيه القضايا بتاعتهم، لدرجة إن تبقى بنته قاعد هو مثلا ساكن في طنطا، وبنته يجي لها طب القاهرة يقول لها لا ما تسافريش، وادخلي هنا كلية تجارة طنطا وما تروحيش طب القاهرة. ليه يا ابني؟ أصل دي من طنطا للقاهرة مسافة طويلة وما ينفعش. يا عم ده أمن الطريق، ده تركب القطر هتنزل في ساعة ونص تبقى في القاهرة، إيه المشكلة؟ وفي مدينة جامعية ممكن تقيم فيها مع البنات، يعني الأمر بسيط. لكن لا، ده في بعضهم منع بناته من الدراسة ومن السفر علشان الأحاديث دي فهمها غلط، لأنه عايز يعيش زمن النبي مش عايز يعيش دين النبي. فهمت بقى؟ دي المشكلة. زمن النبي كان السفر بطريقة معينة، كانت الحياة لها واقع معين. الوقت تغير واقع الحياة، والحياة أصبحت منظمة، وبقت فيه دول، وبقت فيه نظم، وبقت فيه مطارات، وبقى فيه أمن، وفيه شرطة، وفي حاجات كتيرة بقى. خلاص تغيرت الأحوال، تتغير الأحكام. إذا تغيرت الأحوال تتغير الأحكام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام، يعني مدة ثلاثة مسافة 3 أيام بسرعة الدواب. أدي معناه. إلا مع ذي محرم. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة برضو بسرعة الدواب في طريق مخوف. يبقى هنا في مقدر محذوف لأدلة أخرى. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، أي بسرعة الدواب في طريق مخوف، ليس معها حرمة. هنا مسيرة يوم وليلة واللي فوقيها 3 أيام، قالوا إيه؟ قالوا إن ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على وسيلة السفر، فإذا كانت مسافرة بالجمل يبقى 3 أيام، الجمل بقى بطيء، ولو مسافرة بالفرس تبقى يوم وليل، لأن سرعة الفرس أسرع. فهمت ازاي؟ وبالتالي على حسب الوسيله. هو مفيش تناقض، لانه كانوا يسافروا بالجمال ويسافروا بالفرس. الفرس اسرع يجري، الجمل بيمشي بقى براحته او على رجليها. تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه. وعن أبي قال باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. يعني متى يشرع المسافر في القصر؟ يشرع المسافر في القصر عندما يخرج من حدود بلدة الإقامة، لا يقصر في بلد الإقامة، لما يخرج عن حدود البلدة. فهمت بقى؟ طب الوقت كانت زمان الحدود معروف، يشوف البساتين والبيوت وبعد كده يلاقي حتة قاحلة خلاص يبقى الوقت التصقت البلدان الأحياء والقرى التصقت ببعضها البعض. طب أنا هعرف الحد إزاي؟ قالوا الحد الوقت اللي هي إيه؟ محطات الرسوم اللي على الطرق الزراعية أو الصحراوية، أول ما توصل محطة الرسوم يبقى ده حد خروجك عن البلد. كويس؟ يعني انا لما اقابلك وانت ساكن في المقطم واقابلك في ميدان التحرير مش هقول لك انت مسافر رايح فين، صح ولا لا؟ لكن لما اقابلك عند محطه الرسوم في الطريق الصحراوي هقول لك انت مسافر، هتقعد قد ايه مسافر؟ على طول ليه القرينه، قرينه في خرجت عن حدود البلد. فطول ما انت بتتحرك داخل البلد اللي انت مقيم فيها مفيش قصر،
لأنك ما اسمكش مسافر. إمتى يطلق عليك مسافر متلبس بالسفر؟ مش بمجرد إنك أنت حزمت الشنط، لا، لما تخرج عن حدود البلد. لأن أنت ممكن تحزم الشنط وتحطها في السيارة وتمشي، على ما توصل السيدة عائشة يتصلوا بيك ويقول لك أبوك مات، ترجع تاني. صح ولا لأ؟ أو مثلا حد من قرايبك دخل المستشفى، أو أي حاجة، أو عايزينك في الشغل في اجتماع مهم، تأجل سفرك. فهمت بقى؟ يجي لك استدعاء لأي شيء. يبقى طول ما أنت بتتحرك في حدود البلدة اللي أنت مقيم فيها لا تقصر أبدا. طب مين اللي كان يقصر في حدود البلدة المقيم فيها؟ الوحيد في الصحابة أبي أيوب الأنصاري، ولم يوافقه باقي الصحابة. واضح؟ وبالتالي ده مذهب مندثر، مذهب سيدنا أبي أيوب. يبقى ما فيش قصر داخل حدود البلدة، لازم أما تخرج من إيه؟ من حدود البلدة. باب يقصر إذا خرج من موضعه، يعني موضع إقامته. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت. فضل سيدنا علي وهو مسافر يقصر وهو رايح على الكوفة، وكان إقامته في الكوفة أيام ما كان أمير للمؤمنين، فشاف بيوت الكوفة بعيد، بس هو ما زال في الصحراء، ففضل يقصر بالرغم أنه شايف بيوت الكوفة على بعد النظر. فقالوا له، يقول نقصر حتى ندخل البلد. يقف القصر امتى؟ لما يدخل في حدود بلده المقيم فيه. فاهم؟ وخرج علي عليه السلام وكرم الله وجهه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها، يعني لا نستمر في القصر حتى ندخلها. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة اللي هو إيه؟ اللي هو الوقت بيسموه أبيار علي. أبيار علي دي على بعد حوالي 3 أميال من المدينة، لكن خارج حدود المدينة. فكان النبي يشرع في القصر إمتى؟ عند ذي الحليفة، لما يكون ساب بيوت المدينة. وإيه؟ يبقى كان النبي لا يقصر في المدينة، يقصر ابتداء من ذي الحليفة، وبعدين يفضل يقصر لحد ما يخلص وجهته ويرجع صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة بعد الإسراء والمعراج بيصلي ال4 فرائض بس، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين في مكة قبل الهجرة، لأن فرضت الصلوات الخمس فين؟ بالإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج كان النبي لسه ما هاجرش. صلى الصلاة 2 2 2 وإيه والمغرب 3 لحد ما وصل المدينة، خلاها 4 دار الإقامة. عشان كده سيدتنا عائشة بتقول إيه؟ إن أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، ثم إيه استقر زيدت في الحضر واستمرت في السفر ركعتين على أصلها. عشان كده الإمام أبو حنيفة عنده القصر واجب، لأنه عود للأصل. عند أبو حنيفة إيه؟ القصر واجب للمسافر في أي سفر إن كان، ولو سفر محرم. سفر أبو حنيفة، بحيث أنه لو أتم في السفر لا تصح صلاته على مذهب الأحناف. لكن باقي المذاهب قالوا إيه؟ قالوا يقصر في الصلاة إذا كان السفر غير معصية، أما سفر المعصية فلا يقصر، لا تتعلق الإيه الرخص بالمعاصي، لا تناط الرخص بالمعاصي. دي ما إيه ده الجمهور. وبالتالي يقصر إمتى؟ يقصر إذا سافر سفر غير معصية ويكون طويل، يعني أكثر من 85 كيلو فما زاد، 85 كيلو فما زاد في اتجاه واحد مش رايح جاي. يعني أنا هسافر 50 كيلو وراجع ال 50 كيلو يبقى 100 كيلو، يقول لي ما هو أكثر من 5، لا لا لازم في اتجاه واحد. واضح؟ المذاهب الثلاثة غير الأحناف لو أتم في السفر صحت صلاته، وأن القصر رخصة.
ولو اتم صحت صلاته. الامام حنيفه يقول لك ايه؟ يقول لا، يجب القصر ولو اتم بطلت. فهمت المساله؟ اعتبارا لانها عود للاصل، فالاصل انها كانت اصلا ركعتين. قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر في السفر ركعتين، أقرت بقى، وأتمت صلاة الحضر اللي هي الإقامة. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. يعني لأن سيدتنا عائشة راوية الحديث ترى أن الإتمام في موضع القصر جائز. فهمت بقى إزاي؟ بالرغم أن هي ترى أن القصر كان هو الأصل، لأنها ترى أيضا أن الإتمام في موضع القصر جائز، فكانت تتم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. يبقى ما فيش قصر في المغرب، هتصلي ركعة ونص يعني؟ ما ينفعش. فاهم؟ يبقى المغرب ما فيهاش قصر، والصبح صلاة الصبح برضو ما فيهاش قصر، لأن هي ركعتين، هتخليها ركعة؟ ما تنفعش. وعن أبي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، يسموه جمع تأخير. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد. يعني هو كان مسافر وبعدين جاي من السفر داخل على المدينة، جاله خبر ان صفية امرأته مريضة جدا، استصرخ، فقام استعجل وما رضاش ينزل وقت المغرب وجمعها مع العشاء عشان يوصل بسرعه يعني. فاهم؟ يبقى استصرخ يعني استغيث به عشان يشوف زوجته المريضه التي مرضت، ترى عليها مرض. قال سالم: واخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امراته صفيه بنت ابي عبيد، فقلت له: الصلاه. فقال: سر. فقلت: الصلاه. فقال: سر. حتى صار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير، يعني أخر المغرب مع العشاء إذا عجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. يعني لا يتنفل، يعني لا يسبح بعد العشاء، يعني لا يصلي نافلة بعد العشاء في السفر حتى يقوم في جوف الليل، يعني يصلي صلاة الليل. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.